السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة ستازي كيتشن. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الشوربة بالجزر والبروكولي، كتجي غزالة، حاولوا انكم تجربوها. وغنرافقها بواحد الخبز بالثومة والمدنوس. على بركة الله ندوزو نشوفو طريقة التحضير والمقادير. بالنسبة للسوب اللي غنحضر معاكم اليوم، كنحتاج هنايا الجزر، انا هنايا نقيتو وحكيتو على هذا الشكل، هذا غليت شويه. عندي واحد البصله كبيره مشل دقيقه. عندي هنايا البروكولي، انا سلقتو نص طيبه قبل وصفيتو قطعتو على هذا الشكل هذا صغير. عندي هنايا الفرماج، انا هنايا خديت ديك الباكيه اللي فيها اللي كتخرماج، نتوما ديروا على حسب المتوفر عندكم اولا النوع اللي كتبغيو. عندي هنايا واحد، غادي ناخد شويه ديال لا كريم فريش، شويه ديال الابزار، شويه ديال الثوم بودره، وعندي جوج معالق كبار ديال الزبده، وجوج ديال المعالق كبار ديال الدقيق، والملح حسب الذوق. دابا غادي ندوزو باش نشوفو التحضير ديال لاسوب. كناخد واحد الطنجره كنوضع فيها الزبده، ندوب الزبده وكنزيد الدقيق بحال غنحضرو صلصة البيشاميل، واحد شويه ديال الزيت، صافي نحركوها حتى يذوب الزبده ويطيب لينا الدقيق باش ما يبقاش خضر، باش كيعطي واحد النسمه زوينه. كنضيف لهم البصله صافي، وكنخليها تقلى مع هذا الدقيق هذا ومع الزبده. كنضيف واحد شويه ديال الماء، انا عندي هنايا الماء مغلي من قبل، صافي كنخلي هاد البصيلة هادي طيب. كنضيف داك خيزو اللي محكوك، شويه ديال الابزار، كيف كتعرفوا لي السوف ما كيبغيوش الابزار بزاف باش ما تجيناش حاره، شويه ديال الملح ما يكثروش لان غندير الفرماج، شويه ديال الثوم بودره. صافي دابا نخلي خيزو حتى يخلو طياب ونزيد البروكولي لان ديجا ديالو نص طيبه. ملي كطيب خيزو البصله كنزيد البروكولي، ما خصناش نحركو بزاف باش ما يتحلش، لان كيف ما قلت لكم انا ديجا طيبتو نص طيبه. صافي نخليه يغلي واحد شويه تنسجم لينا الخضره كامله. ندوز باش نكملو تتمه، ما قلتلكمش ما خصناش نحرقوها بزاف باش يبقى البروكولي مجموع. صافي ها هي علاه يتوجد. كنضيف واحد شويه ديال لاكريم فريش، ممكن اننا نعوضوها بالحليب. هاد لاصوص هادي كتجي كريميه.
شويه ديال الفرماج محكوك. باش كتجينا معلكه وكريميه. صافي نخليوها دابا طيب مزيان وندوزو باش نشوفو الشكل النهائي ديالها. السوق غادي نوافقها بالخبز الثومه. غادي نحتاج انا خديت هنايا الخبز ديال الطوست، ممكن اننا نديرو الباكيت على الخبز ديال الدار. عندي الثوم بودره، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الفرماج، شويه ديال الزبده، شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الابزار، وشويه ديال زيت العود. كناخد الزبده كنضيف لها واحد شويه ديال زيت العود. شويه ديال الزعتر. ما نكتبوش الزعتر بزاف. ثوم بودره. شويه ديال الابزار. شويه ديال المعدنوس. غنخلطها مزيان. صافي غندهنو بها هاد الطوسطه هادي اللي عندنا وندخلوها الفرن باش تحمر. كناخد لي بوست وكندهنهم بهاد الزبده وهاد الخليط اللي شفتو معايا. صافي ونكمل بهاد الطريقه هادي حتى نسالي الخبز اللي عندي. جربوا الخبز بهاد الطريقه هادي، كنوافقوا به لي سوب كيجي زوين. انا هنايا غادي نفرقو على زوج باش ما يجينيش كبير، باش يجي فهاد الشكل هذا كيجي زوين. صافي وكندير ليه واحد شويه ديال الفرماج من الفوق، ما نكثروش ليه بزاف، وندخلو للفرن يتحمر وندوزو باش نشوفو الشكل النهائي ديال الوصفه اللي حضرت معاكم اليوم. هذا هو الشكل النهائي ديال الشوربه اللي حضرت معاكم اليوم. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. فرجه ممتعه الى الحلقه القادمه ان شاء الله.